روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا ارث الحسین بر حسین مرثیه بخوان اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما حاط به علمك يا فارس الحجاز أدركني يا بقية الله أدركني يا أبا صالح المهدي أدركني ولا تهلكني يا أيها العزيز يا عزيز الزهراء يا أيها العزيز يا عزيز الزينب مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين وإنك خير المتصدقين يا أبانا يا صاحب الزمان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين إنا كنا غافلين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا
هدى ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب الكساء توسلي محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إلي وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكما فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال له عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي
قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أنا أدخل معكما تحت الكساء قال له عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام علي يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت
وقت الكساب. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور بلا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمس الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. أم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتذلي أنا أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا
ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذن صلاك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله قال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرغوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم ألا وفرج الله هم ولا مغموم ألا وكشف الله غم ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة أي مادر حسين حسان دید باز کن ای مادر
آل علی ببینو سپس خواب ناز کن حال علی ببین سپس خواب ناز کن در کار من ز مرگ تو افتاده مشکلی لطفی کن و ز کار علی عقده باز کن عقده باز کن فاطمه علی برخیز ببین همسرت حسد الله الغالب بعد تو چه روزگاری دارم من آمدم که باز برم سوی خانه درد دل آی امیر المؤمنین کنار قبر مخفی خاتونش فاطمه من آمدم که باز برم سوی خانه بازا به سوی خانه مرا سرفراز کن آخ اطفال تو بهانه مادر گرفتن دستی فیه نوازش ایشان دراز کن دستی فیه نوازش ایشان دراز کن گیرم بخواد بچه ها رو نوازش کنم دستی که از اثر غلاف شمشیر بالا نمیاد چطور طاقت داره بچه هاش رو نوازش کنه سجاده نماز تو افکند زینبت با پهلوی شکست بیا و نماز کن هیچ بعید نیست همه سادات زینب سه چهار ساله سجاده مادرش روزا پرد کند چادر مادر به سر بیندازد به یاد مادر گریه کند آری مردم عالم بدانید چادر رسید کربلا بدانید مأجر رسید کربلا شالله باشد روزش رو میخوانم سجاده نماز تو افکند زینبت با پهلوی شکست بیا و نماز کن همسایگان دعای تو را
جانب محراب راست کن، خدمت پیغمبر جمع شدن مردم مدینه یا رسول الله، صبح نور سفیدی میبینیم، من بیان برای ما معلوم نیست، ظهر نور زرد رنگی، غروب و مغرب نور سرخی مشاهده می کنیم، علت و سببش معلوم نیست برای ما. فرمود رسول خدا بیاید بریم سبب رو خودتون ببینیم. رفتن در خانه صدیقه طاهره، دیدن وقتی بیبی دالم فاطمه در محراب عبادت می نشیند، نوری از جمال فاطمی تلالو می کند. یا الله همسایگان دعای تو را آرزو کنن، برخیز و رو به جانب محراب راز کن، از پای تا به فرق مؤید بود نیاز، لطفی بر این حقیر سرابا نیاز کن، و همه ما بی بی دالم لطف کنند. یا الله صحبت چادر کردم، بگذاریدم اینجا وارد ذکر مصیبت شوم، مدد از آقا ابی عبدالله انشاءالله. کدوم چادر؟ همون چادری که تاریخ راجبش خیلی عربا نقل کرده است، همون چادری که صدیقه طاهره به سر مبارک می افکند، همون چادری که بین کوچه ها وقتی قباله فدک رو گرفت، آن ملعون ازل و ابد پاره کرد، جسارت کرد به صدیقه طاهره، و چادر آنجا خاک‌آلود شد، همون چادری که آخه بی بی به سر می انداخت، می رفت به این طلحظان می نشست گریه می کرد. آی بی بی جانم مظلومه تاری فاطمه علی، آخه ای چادر این شبا به سر یتیمش زینب است. یا الله ماند یادگار مادر تا کربلا شب عاشورا، یا با عبدالله نظری بفرمایید آقا جان، وقتی سید الشهدا سلام الله علیه فرمود هر که میخواهد برود برود، فردا در این سرها در این سرزمین فقط با من کار دارن، رفتنی ها رفتن، ماندنی ها ماندند و نام خودشون رو بر تارک تاریخ ثبت کردن. آخه وقتی ابی عبدالله غریب شد، اینجا نقل میکنن عقیله بنی هاشم زینب، و تخمرت به خمار ام زهرا، چادر مادر به سر انداخ از خیمه بیرون آمد، خطبه ای خوانده است که ان همه بیان و منظور بی بی عربه. وقتی دید ابی عبدالله غریب است،
بیرون آمد با این چادر به علامت این که حسینم، من دختر فاطمم، همونطور که مادرم زهرا نگذاش مدینه، پدرمون علی ابن ابی طالب غریب بماند در میان دشمنا، با همین چادر از خانه بیرون آمد، با همین چادر خطبه فدکی خان دشمنان رو مبتزه کرد، با همین چادر تو را از زیر شمشیر بیرون کشید یا علی. حسینم این چادر را بر سر انداختم تا بگویم زینب دختر همان مادر نمی گذارم، برادرم غریب و تنها بمانم، به ابی المهموم حتی قضا و ابی العطشان حتی مغام. خدایا به حرمت اصحاب کسا، به حرمت عظمت حدیث شریف کسا، به حرمت صدیقه طاهر و اولاد و همسر و پدرش، الان از حکم فرج منتقمشون رو امضا بفرما، قلب حضرتش از دست ما راضی و خوشنود بگردان، بار لا این قلیل توسل از ما و محبین هر جای عالمان به شایستگی قبول بفرما، هر زرادت ما نسبت به صدیقه طاهره ذخیره شب اول قبر همه ما بگردان، مریض سفارش شده ها زیادن آکل سماس دعا گفتن، هر جا هستید مردم حمد شفای بخوانید برای مردم، منظورین از مردم الهی، مرضا از محبین و شیعیان لباس عافیت بپوشان، راه زیارت بر مشتاقان باز بگردان، موانع زیارت هر کی هست و هر چه هست بر طرف بفرما، هر جا هستید هدیه محضر سلطان سریر ارتضام زامن او حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا بلند صلوات. زمین کربلا دادی شکسته، جوانان یک به یک بردی ز دسته، زمین کربلا فصل بهار است، زفون نوجوانان لاله زار، زمین کربلا با هیل بازی عجب کردی و تو مهمان نوازی، زمین کربلا با هیل بازی عجب کردی و تو مهمان نوازی.